الإمام أمير المؤمنين عليه السلام فيفسر الحياة والموت لنا تفسيرا يختلف عن التصور العام الموجود في أذهاننا غالبا. الإمام يقول: ليس الحياة عبارة عن حركة الدورة الدموية في الجسم، عن هذه الحركات التي نمارسها وندلل عليها بكون الإنسان حيا. كلا، إن الحياة عبارة عن التأثير، عن السعي، عن الفاعلية. كل شخص كانت له الفاعلية، كان له التأثير، كان له السيطرة، فهو حي وإن لم يكن من جملة الأحياء. وكل إنسان لم يكن له التأثير والفاعلية وإنما كان له التأثر والانفعال، فهذا الإنسان ميت وإن كان في عداد الأحياء. إذن الحياة هي التأثير والموت هو التأثر. الإنسان ما دام يفتح بيته وفكره وصدره للشارع يؤثر فيه كيفما يشاء فهو ميت. أما إذا تحول الإنسان من متأثر إلى مؤثر فأصبح يؤثر في نفسه أولا وتصرفاته، ثم في أصدقائه المتصلين به، ثم في الأبعد منهم، وهكذا جعلت موجاته تتسع، موجاته المؤثرة جعلت تتسع، فهذا الإنسان حي وإن كان في عداد الأموات. الإمام أمير المؤمنين يخاطب أهل الكوفة فيقول في بعض كلامه: الموت في حياتكم مقهورين، والحياة في موتكم قاهرين. إذا كان الإنسان قاهرا ومؤثرا فهو حي وإن كان تحت التراب، وإن كان الإنسان مقهورا ومتأثرا فهو ميت وإن كان فوق التراب. إذن المقياس ليس كون الإنسان فوق التراب أو تحت التراب، إنما المقياس ذات الإنسان، وهل هذه الذات متأثرة أو مؤثرة. فإن كانت الذات مؤثرة فهو حي، وإن كانت الذات متأثرة فهو ميت. هل في مقاييسنا نستطيع أن نعتبر مثلا، أو أعتبر أنا نفسي حيا وأعتبر الإمام أمير المؤمنين ميتا ولا زالت موجاته تتسع وتتسع في الحياة وتؤثر وتغير؟ هل يمكن أن نعتبر الإمام الحسين عليه السلام ميتا وهو لا زال يتفاعل ويتموج على سطح الحياة؟ هل يمكن أن نعتبر الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ميتا ولا زال يحكمنا ويحكم قلوبنا، يحكم مجتمعاتنا، يحكم مآذننا، يحكم أفكارنا، يحكمنا حتى في أكلنا وشربنا؟ هل يمكن أن نعتبره ميتا وهو لا زال يؤثر ويتموج على سطح الحياة؟ كلا، إن رسول الله حي، إن الإمام أمير المؤمنين حي، إن الحسين حي، إن كل من كان على شاكلتهم، كل من لم ينقطع عن التأثير فهو حي ما دامت موجته تتفاعل في الحياة.